مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. قبل ما نعديكم تشوفوا شنو حاضروا لي شايف، نحب نشوفوا سبوت الخاصة بالبرودوي نتاعنا اللي هو هيركسل، البرودوي اللي فيه شامبوان فيه لوسيون فيه كومبليمون أليمونتيغ. نعاود نذكركم اللي هو مصنوع بتقنية سويسرية إمضاء لونفول فارما. أكثر معلومات نجموا تطلبوا 74 441 999. نشوفوا سبوت. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إيركسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إيركسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إيركسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إيركسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إيركسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. دونك هذه سبوت الخاصة ببرودوي هيركسل، نعاود نذكركم تلقاوه في كامل صيدليات الجمهورية التونسية مش في لي بارا فارماسي. نعطيو كلمة للشيف. مرحبا بكم فاطمة، وصلنا لنهاية مشوار مع بعضنا اليوم في كوجينتنا، كوجينة الماتينال. الشيف فتحية حضرت لنا باند نويل اللي باش تحكي لنا عليها أكثر. ألوغ الباند نويل هو خبز يعملوه بالذمة جاتو، لكن كومباكت ما فيش برشا مكونات، يحطوا له برشا فروي سيك برشا فاكهه، يحطوا فيه التمر، راهو مغرومين ياسر بالتمر نتاعنا، احنا ما نشوفوش الحاجات هذوما، اما لكن طواو اللي في نوال يبداو يحضروهم بالتمر، معناتها بريسك من الغنيه نتاع البلاد، خاطر التمر نتاعنا غالي غاديكا ومعروف ويحبوه ياسر ويستعملوه ياسر بالاخص في نوال. الوغ الباند نوال هذايا فيه تمر بالطبيعة، فيه الخميرة نتاع الجاتو سمارت شيف، وفيه البيكربونات اللي هو البيكربونات يخفف شوية ينفذ شوية اللي يفرهد الفارينة. أنا عملته بالفارين كومبليت وردة، على خاطر هذوما من الحاجات اللي يزم يكونوا مرصص شوية، يزم يصبر يقعد بالجمعة وأكثر من جمعة ما يتهلكش بالكل. حطيت فيه شوية عظم شوية زبدة، خلطت وتخليط، فيه نواة كوكو وفيه الدقلة مخصوصة تروف تروف، يقعد قرابات بين 50 دقيقة وإلا ساعة، يتيب في كوشة 165-170 ماكسيموم، خاطر يزم قلبه يتيب بالقدي. وقت اللي ناكلوه كينا ناكلو في خبز تبسيسة وإلا حاجة كيكة بنين ياسر، نقول لكم جربوه إن شاء الله يعجبكم. إن شاء الله كنا عند حسن ظنكم في الاختيارات هذوما، نقول لكم ابعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال، واحنا عند طلبكم ومرحبا بكم، الى اللقاء. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا البان نويل كان معاك. انا اليوم حضرت زوز وصفات، الوصفه الاولى كانت دي ميني شوسون، عبيت لهم القلب نتاعهم بالفروماج غابي من عند مريح، اخترت جودا ومعاه تن الموجة بالزيت النباتي. لي شوسون هذوما نتاعي عملتهم بالبات بريزيت، نجموا تعملوهم بالبات فيتي. درجة الكويسون تاعهم كيف ما تحبوا انتم، المهم التمبيراتور تكون 180، تحبوا تاكلوهم ناضجين والا متوسطين في الطياب. دونك هذيك حاجة نخليها لكم ليكم انتم معاهم. هما حبيت نحضر لكم مصلي اليوم بالحوت القربصي والا يسميوه لو ميغر بالفرنسية. شفنا كيفاش طريفات الحوت هذوما راهو ما يتكلفوش ياسر، ماهوش غالي برشا الحوت هذايا خاطر مش معروف برشا في تونس. انا حبيت نستغلو، عملت معاها طريفات بطاطا، طريفات طماطم، بصل، شويه فلفل اخضر، شويه رونديلات نتاع قارص كيف ما تشوفوا. بعد حضرت لهم شرموله والا الفاح نتاعهم كان بزيت نجمه، اساسا اخترت ديو بلوس هذايا، حطيت فيه هريسه سيكام وحطيت فيه طماطم سيكام، هذوما زوز مع بعضهم باش يعطيني لون ونكهه بنينه للمصلي نتاعي. حطيت معاهم الثوم، حطيت معاهم ملح وفلفل اكحل، كان تحبوا زيدوهم تابل وفلفل زينه شويه كركم، هنا انتم نخلي لكم الاختيار ليكم. تشيشه كمون كان تحبوا زاده مع القربصي يعطي فاح بنين. نخلطوا الشرموله هذيك نتاعنا ونسقيوا بها الحوت مع البطاطا مع الخضر اللي حطيناه الكل، نغطيهم في طبق نتاع كوشه ونحطوهم درجه حراره تكون 160، نخليهم يطيبوا سله سله، ياخذوا ساعه غير ربع ويكون الحوت نتاعي مع البطاطا مع الخضره الكل طابت. في الاخر نقدموه بهالطريقه البسيطه والسهله. نقول لكم من عندي صحة وبشفاء، استناونا في وصفات جديدة ديما تنجموا تلقاوها على الباج نتاع الماتينال على الفيسبوك، تكتبوا الماتينال بالفرنسية ولا بالعربية تلقاو لي روسيت نتاعنا الكل اون فيديو يهبطوا على الصفحة نتاعنا. الصفحة نتاعنا في الأكاديمية دي شيف تلقاو فيها ديما جديد اللي هو عندنا المدة هذه فورماسيون اكسيليغي اون بوشخي، باش تاخذوا فيها
لزاكي الكل يخصوا البوشخي، دونك باش تتعلموا حاجات مزيانه برشا مع شيف زهير زويري، دونك باش يقدم لنا كيفاش تعرفوا الفريشير، كيفاش تعرفوا الذبيحه في حد ذاتها، تفصلوها لي بياس، دونك لي ديفيرونت ارتيكولاسيون، كل ما يخص البوشخي باش توليو فريمون عندكم نظره مهنيه، نظره نتاع دي بروفيسيونيل للمنتوج الحم وغيره. دونك هذه الكل تلقاوها في الاكاديمي دي شيف اللي هي موجوده في 14 نهج دي ممر الرصاع مون بليزير تونس. تتواصلوا معنا من خلال صفحتي التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى الانستغرام، تكتبوا الاكاديمي دي شيف بالفرنسيه، والا تطلبونا على الارقام على الرقم 23 06 14 14 23 06 14 14، رقم متاح على ذمتكم باش تحجزوا اماكنكم في الفورماسيون اكسيليري هذه، والا في لي فورماسيون دو باز الموجودين في الحلويات، والا في المطبخ هذه الكل تلقاوه في الاكاديمي دي شيف. من عندي نقول لكم الى اللقاء غدوه، موعد جديد يجمعنا على قناه التاسعه في برنامج الماتينال. بالسلامه. مشكورين لي شيف لغوصات هذوما الكل، تلقاهم على باج الماتينال. نعطيك كلمه الختام صافي. الختام يا فاطمه كالعاده يكون بالغوميرسيمون والغوميرسيمون للارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي، ويلقاوه في العوينه حايل وحات باج فيسبوك اي انستغرام لارتيست كوافور يمن، وتابعوا لي باج على خاطر برشا بروموات. اي بيان سور نشكر جويس اللي قاعد يلبس فيا، تلقاوه في 3 بوان دو فونت، تلقاوه في سكره نابل او ياسمين الحمامات، يلبس نساء ورجال كبار وصغيرات، سباوت سيكان اكسسوارات وايتاج كامل مخصص للديكوراسيون امتاع دياركم. باش فيسبوك جويس، باش انستغرام جويس اوفيسيال. ملتقانا ان شاء الله غدوه. مشكوره صفي ولي يحب ياخذ باقل سوم يصحب صفي حاسير من عند جويس. لا عندهم لا راهم بالحق عندهم من لو 11 حتكشي لو 31 ديسمبر 20 جور دو فولي، وانا كي نقول 20 جور دو فولي عند جويس بالحق هبال هبال هبال. هاي باهي شفت علاش رجعت الكلمه، قولي ميرسي يا صاحبي معلم. انا بدي نشكر سونتر ديستيك باك ستيج، تلقاوه في العوينه باش فيسبوك انستغرام باك ستيج، نذكركم كي تمشوا بحذاهم اي حاجه تعملها قيمتها 20 دينار اي حاجه بعد فيها خصم 50%. مشكوره كيف كيف البوتيكه تلبس فيها سي ان ديم، تلقاوه في طريق سكره باش فيسبوك انستغرام سي ان ديم سكره، عندها محوايج رجال ونساء. نشكر انزو شوز، تلقاوه في المنزل سابع بحدا سونتر كرام. شنو فما عندهم كل جمعتين، عندهم كوليكسيون جديده للكبار والصغار، وخاصه النساء اللي ممكن ساقيهم كبار شويه من 41 ل 44 يلقاو اصبابط اللي يحبوا عليهم الكل، راهو الشواء الكل تلقاهم عند انزو حتى كان ساقك كبيره. ميرسي زيد الانزو، نعاود نذكركم على الباج فيسبوك نتاعهم انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. ميرسي ليكيب تكنيك، ميرسي ليكيب الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه وزميلنا رشد البي. ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه. بسلامه. وردة سرها المحبة. سيكام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب.
باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته موش نورمال. تيوين الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قلبي. جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمار تشيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.